الدنيا، هاي البرايم بدنا نكسر الدنيا، نكسر الدنيا خلاص مرات خلاص. انا ما في غلطه، ما حسيت انا بالنسبه لي كثير احسن من البرايم اللي قبله، بس هيك بده لي انه وقفت رافائيل حدك فادتك الك، بس ما فادته له، لبكته له. بس انا لانه كنت بريهرسل معك 100 مره عدناها ولا مره هيك غنيتها. كيف كنت خيفان، عم ترجف متوتر. اوكي شو اوكي الا لا لا معك حق، عم قلك شي غير. بحلم بيك انا بحلم بيك، وبشوائي مستنيك، وان ما سالتش فيا. بس في جوا اعلى. اوكي ايه بعرف، بس خلينا نجرب. اوكي بحلم بيك انا بحلم بيك، وبأشواقي مستنيك، وان ما سألتش فيا. اوكي هلا بنرجع بنأكد الطبقة. بس بحلم بيك انا بحلم بيك، وبأشواقي مستنيك، بحلم بيك انا بحلم بيك، وبأشواقي مستنيك، وان ما سألتش شغله قبل ما بلش صفي قلب العاده اعملكم وعظه. اللي بدي اقوله هو انه انا ما عندي اي شيء ضد حدا منكم شيء، لان انا اصلا شخصيا ما يعني ما عندي شيء شخصي مع حدا. انا وقت بشتغل معكم بحبكم كلكم نفس الشيء، بشتغل معكم كلكم من كل قلبي. اذا حدا شي مره حاسس انه انا مقصره معه، في هلا يقول لي انه انا مقصره معه او مش عم كن عم قوم بواجباتي بالتعليم الغنيه مثل ما هو لازم، لانه بالعكس انا هون تكون معكم وساعدكم، ما يعني ما عندي اي مصلحه مع ولا حدا منكم، وهذا الشيء واضح للكل لانه تقريبا اشتغلت مع الكل باستثناء اللي غنوا اجنبي يعني كل الوقت. وبتخيل من كل قلبي يعني بعيد 100 مره العربه وبغني 100 مره الغنيه قدامكم تتكونوا منيح.
وإذا أنا قلت شيء جرحك رافائيل بس ما بتخيل يعني، فبعتذر منك إذا قلت لك إنه بالريهرسل كنت أحسن. عم بعطيك كريدتس قدام الناس لأن هن ما بيشوفوك كيف غنيت. لا يا مدام مش وبالنسبة إذا أنت معتبر أنا عندي شيء ضدك، أكيد ما عندي شيء ضدك، لأنه 11 10 برايمات وهلأ الرقم 11 من كل قلبي، ولا مرة قصرت معك مثل مع كل أصحابك. أنا بعتذر منك. أنا اليوم نفسيتي، أنا اليوم نفسيتي مش منيحة. عم خبرك بس إنه مش حديث تحكينا فيه بهالطريقة، لأنه أكيد إنه ما عندي شيء ضد حدا منكم ولا رح يكون عندي ضد حدا منكم. بالعكس أنا أكثر واحد بعرف أصلاً. بالعكس إنه أنا بقتل حالي تا مش واحدة يعني، مع كل الأساتذة مع كل الكرو مع لا كل ما شخصياً إنه ننقي لكم أحلى القصص، وإنه قد ما فينا نكون عم ننوع لكم تما يكون حدا نفس الشيء. بقى بس حبيت وضح هيدي الشغلة. وبتخيل بس انت لو ما زعلت مني ما كنت هالقد تزعل يعني. زعلت مني زعلانه منك، بس عم بوضح لك لانه انا مش اتخيل يكون واحد بعده فايت عم بيقول بونسوار تقول له يعني تقول له مثلا شغله سالتني عنها عم بقول لك اياها انه بالريهرسل كنت احلى، قمت قلت لي انه عندي شيء ضدك. اكيد بدي برر هالشيء يعني، مش من لو انه بزعل مني مش ما فهمت شو قلت لي يعني. ما عرفت شو قصدك. بس بدري بزعل مني يعني ما فهمت. انا مش زعلانه منك، انا عم فسر لانه هذا الشيء اللي صار مش لوجيك. انتوا بتقبلوا هيك انه يكون في شيء هيك؟ اذا في شيء مش ضابط او مش واضح او حاسين انه في شيء غلط بتقولوا لي تنظبط يعني، كرمال مصلحه الكل ومصلحه البرنامج ومصلحه كل التلاميذ، وتخلوني عيد النظر يعني بطريقه شغلي معكم بهالطريقه. لا نحن انا مقصر معكم. لا لا بالعكس، بس انه تعرف اذا في شيء اوكي. ما رح احكي عن البرايم، كنتوا كتير منيح، يعطيكم الف عافيه، بتجننوا كتير حلوين كلكم، بتعقدوا كفوا هيك و بس بالريهرسل غنيتوا احسن. لا 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 بتجننوا على طول بالريهرسل والبرايم وبتعقدوا كيف ما كنتوا. هلا رح نعمل موشح باللذي اذكر بيبدا فاز على درجه الدوقه. مين بغني لي اياه؟ يلا مين بده يشوف حدا اصابيع ثانيين؟ ري ما بنرجع الماضي. ري يلا مروان. ري مي فا صول لا سي دو. لا هسيها هسي حرام. ري مي فا صول لا سي دو ري. يلا كلها سيبها مال يعني. اوكي ما تلعب مي. ري يلا مع بعضنا. ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي ري. اكيد بقول فينا يعني يجوز انه تصير سينوس ومال يعني. ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي ري. فينا يعني هذا الموشح كيف عملنا فيك كل ما كان على بقية اليوم. رح قلكم ياه بالذي أسكر من عذب اللمى كل كأس تحتسيه وحبب والذي كحل جفنيك بما سجد السحر لديه واقترب والذي أجرى دموعي عندما عربت من غير سبب. بس رح أفقلكم كيف رح نعمله بإيدنا كلكم، يا ريت بتجربوا معي. دوم تك تك دوم تك اس يعني في عندك كأنه ست ضرب. دوم تك تك دوم تك اس دوم تك تك دوم تك اس دوم تك تك. لا دوم مفتوحة. يا كلنا سوا بليز بدي اشوف ايديكم كلكم. دوم تك تك دوم تك اس 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 دوم تك تك. كثير هين بسيط يعني بسيط. انتوا قدام الايقاعات مثل السماعي. دوم تك تك دوم تك اس دوم تك تك دوم تك اس دوم تك تك دوم تك اس. عم نبلش من الدوم يعني بالذي اسكر منا او والذي على التك الثالثة. هيا انتوا بتحسوا اريح لكم على التك الثالثة يعني هيك. بالذي اسكر من عذب اللمى كلك اوكي ضع على صدري يمنى كفما اجر الماء بالانفاق لها. اوكي هذا هو خلص فازا. والذي اجرى دموعي عندما
أجدر الماء بيدفى إلا الموسيقى العربية هي موسيقى تناقلت يعني تم تناقلها من بطريقة شفهية يعني بيقولوا ترانسميسيون أورال يعني مش إنه مثلا مثل بالغرب كان المؤلف مثلا باخ أو موزار كانوا يألفوا كتابة يعني كانوا يكتبوا يألفوا اللحن طبعا هنو عم يكتبوه على الورق يألفوا نوتات بارتيسيونات نحن كان التأليف والموسيقى كلها كانت تصير بطريقة بل عن جد يعني يعني بيقولوا دبوش أوري يعني من تملي الدينة بصير الواحد يعلمها لأولاده والولاد يعلموها لأولاد ولاده وبكل بلد حتى بيقولوا بطريقة يعني كل موشح بتسمعوه من كل شخص بطريقة مختلفة جوانا رامي فصل فامري ابعت لي جواب 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 وطمن ترارارارارارا ولو انه عتاب 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 لا تحرمني او ابعت لك طا كيف ظبطة معك وحبا؟ خليه غيابك طال وبتمنى وقلبك ما تتنى وإن كنت قويت ونسيتني وعليا جريت ومرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني وابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب تحية لمحمد سعد تذكرنا تحية لمحمد سعد تحية لمحمد سعد أنا بدي وجه تحية المبال بدي أقول لها أنه كثير اليوم مستفقدين لها وموافقة بشو ما تعمل وبدي حيي أول شيء كانت على روحها الحلوة وعلى كانت كل الوقت تتقبل كل الملاحظات لأنه فعلا هي حابة تتقدم إن شاء الله بتشوف كل الخير والتقدم برا شنطير إن شاء الله إن شاء الله